زيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين ابن الحسين بن علي عليهم السلام. تربى زيد في أحضان أبيه وسلك نهج أجداده في العلم والمعرفة والشجاعة، وقد نقل لنا كثيراً من الروايات والأحاديث، أشهرها الصحيفة السجادية. كذلك كان له تفسير ويسمى تفسير الغريب، وكانت له قراءات خاصة للقرآن، وله آثار كثيرة، فهو عالم من علماء آل محمد صلوات الله عليهم. كان زيد شجاعاً صاحب سيف وثورة، وصفها المؤرخون بأنها امتداد لثورة الإمام الحسين عليه السلام. فقد جاء زيد الشهيد من المدينة المنورة إلى الكوفة، وحين وصل اجتمع حوله الناس، وكان هنالك موعد للثورة المباركة. إلا أن والي الكوفة آنذاك أخذ يخطط لوأد هذه الثورة واغتيال زيد، فعجل زيد عليه السلام بالثورة عن الموعد المحدد لها، وأصيب بسهم في جبهته، وكان معه ولده يحيى وجملة من الأصحاب، فنقلوه إلى بيت أحد الموالين، وجاءوا له بطبيب قال له: إن انتزعت هذا السهم ستفارق روحك جسدك. فقال: الموت أهون لي مما أنا فيه. وعندما انتزع السهم فارقت روحه الطاهرة جسده المبارك. يقع المزار الشريف على مساحة 10,000 متر مربع، حيث يتسع المزار لأكثر من 4,000 زائر أو أكثر. وللمزار 4 أبواب موزعة على أضلاعه الأربعة، تؤدي جميعاً إلى صحن كبير يحيط بالحضرة الشريفة. والصحن أواويل مبنية على طول أضلاع المزار ووفق الطراز الإسلامي. يتوسط الصحن الشريف المزار ببناء فخم مهيب تعلوه قبة كبيرة، ارتفاعها 30 متراً، وترتفع على جانبيه مئذنتان كبيرتان، يستطيع الزائر الدخول إلى الصحن الشريف من بابين ذهبيين كبيرين، وفي داخله يوجد شباك الضريح المصنوع من الذهب والفضة الخالصين. وزين الصحن الشريف من الداخل بالمرايا والآيات القرآنية المكتوبة على القاشاني، وفرشت الأرضيات بالسجاد الفاخر. مر المزار بمراحل عدة، الأولى التي كان فيها المزار عبارة عن غرفة صغيرة مسقوفة بجذوع النخل لا تتجاوز أبعادها 4 أمتار مربعة، تعلوها قبة إسلامية صغيرة بيضاء اللون مبنية بالفرشي ومغطاة بالجص، وإلى جانبها رواق للزائرين، وتحاط الغرفة بسياج طوله 20 متراً وعرضه 20 متراً وارتفاعه 1.5 متر، وقد بقي على هذه الحال حتى 60ات القرن الماضي. وفي المرحلة الثانية أعيد بناء المزار الشريف في مطلع 60ات القرن الماضي من قبل المتبرعين الذين أقروا خطة لبناء المزار تشمل توسعة الصحن والحرم، كما زود المزار بالكهرباء وشيدت طارمة للصحن المكون من 4 باحات، وقد استمر بناء الباحات حتى مطلع 70ات. تبعها بناء الحضرة التي تعلوها قبة كبيرة مغلفة بالكاش الكربلائي، وكانت مساحة الصحن 2,500 متر مربع تقريباً، وارتفاعه 4 أمتار. أما المرحلة الثالثة بدأ بها عام 1996، وفيها هدم البناء السابق كلياً وأعاد المتبرعون بناءه بشكل هندسي حديث، وقد تم البناء على مراحل: بناء الحضرة بما فيها القبة التي يبلغ ارتفاعها قرابة 30 متراً مغلفة بالكاش الكربلائي وتحتوي على 12 شباكاً من الداخل، وأبعاد الحضرة 900 متر مربع. أما المنارتان فيبلغ ارتفاعهما قرابة 33 متراً وقطر الواحدة منهما 2.5 متر، ويشتمل الضريح على صندوق من الخشب الصاج مساحته 9 أمتار مربعة وارتفاعه 2.5 متر، مزخرف بالزخارف والخطوط الإسلامية وآيات من الذكر الحكيم، ويحيط به من الخارج
شباك فضي فخم متوج بالذهب، وقد صنع على يد أمهر الحرفيين العراقيين في مدينة النجف الأشرف. وفي سنة 2002 ميلادية أبدل الشباك الموجود حالياً الذي بلغت كلفته في حينها 350 مليون دينار عراقي، تبرع بها محب أهل البيت عليهم السلام. أما أبعاد الصحن الشريف فطوله 100 متر وعرضه 100 متر وارتفاعه 6 أمتار، أي مساحة المزار الشريف الكلية نحو 10,000 متر مربع. وفي عام 2007 ميلادية تولى ديوان الوقف الشيعي رصف الصحن الشريف بالرخام، وبعدها بدأت حملة لإعمار الضريح المقدس، والآن يخضع إلى مرحلة إعمار شاملة. فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً.